7 منازل. كل احتياجاتك كإنسان شاور، أنت عندك مشكلة فين؟ روح خد المنزلة. لكن كمان عملنا حاجة حلوة، إن إحنا رتبنا المنازل. يعني إيه رتبنا المنازل؟ يعني إحنا مش ماشيين كده يلا منازل وخلاص، لا، ده التقوى واليقين هم البداية، لأن هم أول آية في القرآن هدى للمتقين، أول صفحة في القرآن بالآخرة هم يوقنون. التقوى واليقين هم المبتدأ، بناء الذات، بناء الداخل. بل هتنطلق إزاي في الرحلة؟ وبعد كده 3 منازل علشان تعيش في الدنيا في معترك الحياة: توكل، تسليم، رضا. والفرق بين الثلاثة، في إيدك أدوات وعندك حلم وعندك مشروع، محتاج سند، محتاج توكل. اتقفلت في وشك الأبواب وما عادش في إيدك حاجة، محتاج تسليم. نتائج التوكل والتسليم: نجحت، رضا، ما نجحتش، رضا. دعاء إبراهيم النخعي الجميل وهو بيقول: اللهم إني توكلت عليك واجتهدت في تربية أولادي فلم أقدر، فسلمت لك أن تربي أولادي وإني لراض بما تقضي. جمع الثلاثة بدعوة. دول في الحركة في الحياة، في معترك الحياة محتاج الثلاثة دول. شوية عندك مشروعات فيها توكل، وشوية حاجات فيها تسليم، وشوية حاجات فيها رضا، عمال تتنقل بين الثلاثة. طيب بس الدنيا مش شغل وبس، محتاج معنى كبير يحتويك في الحياة، منزلة العبودية، أن تشعر بمعنى كلمة الله أكبر، أكبر من الكون وما فيه، ده النضج الروحي. طب وإيه بقى اللي يجمع كل ده ويصون إنك تستمر؟ منزلة محبة الله، لأن كل المنازل دي قايمة على فكرة الحب، مش الشدة ولا التطرف. يا سلام، هدفنا إيه في الآخر؟ العيش بحياة الإحسان. عايز أوصل إن أنا أعبد الله كأنني أراه، فابدأ أحسن في كل حاجة في حياتي لأني شايفه، فبشتغل بإحسان وبعيش بإحسان وبعامل الناس بإحسان وبعبده بإحسان. قمة منازل رضا الله وقمة أحلى صورة ربنا يحبك فيها: لا يحبك الله قد ما يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين 7 مرات في القرآن.